صلاح كسواني يكشف علاقة قمروة، الفنان السلاوي شاهد المزيد من التفاصيل. بعد أن قامت بالأمس اليوتيوبر قمر الطائي بنشر مقطع تيك توك كان على أغنية الفنان السلاوي بس عشانك، قام صلاح كسواني بالتعليق لقمر الطائي بإيموجي يركض ملمحا عن السلاوي، لترد عليه قمر الطائي دير بالك وإنت راكد تدخل بشحيط. وهذا التعليق من قمر الطائي أثار ردود فعل إيجابية. ومن جهة أخرى، هذا ما أكد الصلح بين قمر والسلاوي وأن هناك محادثة بينهما خلف الكواليس، فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ من جهة أخرى، اليوتيوبر أسامة مروة سافر مؤخرا إلى إسبانيا لحضور إيفنت خاص باليوتيوب، وقام اليوم أسامة بفتح لايف أعلن من خلاله عن عودته إلى دبي وأنه سيقوم بتصوير فيديو خاص على قناته الثانية أوسي يطير. أصور هلأ واحدة من أحلى حلقات أوسي يطير، لأنه اللونج اللي أنا فيه هلأ والمطار اللي أنا فيه هلأ فيه لونج تم اختيارها تكون أحلى لاونج بأوروبا، تمام؟ وأنا بالنسبة إلي توب 2 لاونجز شفتهم في حياتي أو صورناهم. الموضوع خيال، ما بدي أحرق كتير، بس شوفوا هذا فيو من اللاونج. أنا بشوف طائرات عم تنزل عم تطلع في أوكي، ما حكي أكتر، رح أحط اللوكيشن هون، شوفوا نحن وين هلأ، وترقبوا الحلقة، رح تكون جدا 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 قوية.